مرة تانية مشاهدينا الكرام، متواصلين أكيد في فقراتنا عبر حضرة المساء، وبنتكلم عن السياحة وحنمشي طوال نتكلم عن ولاية جنوب دارفور، عين على ولاية جنوب دارفور، نتكلم عن التخطيط وأيضا الشغل الهندسي والعمراني في الولاية مع الباشمهندس الطيب عبد الرحمن الأمين وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المكلف في ولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك سعادة الوزير. مرحبا بكم في فضائية الهلال، ونشكركم لهذه الاستضافة وبما تقوم به من عكس الجانب الإعلامي في مجالات مختلفة، في مجالات التنمية بمختلف أنواعها. أهلا بك. كمان لا يسعني إلا أن أرحب بالمهندس يوسف أدم محمد، مدير الإدارة الهندسية وزارة الصحة جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك وزارة الصحة. نعم، أهلا ومرحبا بكم قناة الهلال الفضائية. سعيدين جدا أنه نطل للمرة الثانية خلال 3 شهور على القناة المرة الثانية. تشرفتونا ونورتونا. أتمنى أن نكون ضيوف خفيفين الظل يعني إن شاء الله. أهلا بك. الله يعني. أهلا بك. طيب سعادة الوزير، خليني نمشي سردا لمحاورنا لليلة. دارين نبدأ بالتعريف عن ولاية جنوب دارفور، ودارين نوري شكل المعالم اللي هناك وحدود الجغرافية والتفاصيل. حقيقة ولاية جنوب دارفور من الولايات الغنية بمواردها المختلفة في مجالات المعادن والسياحة وفي مجالات التنمية العمرانية وفي مجالات أخرى، وحقيقة تحدها ولاية دول أفريقيا الوسطى وشاد، الدولة شاد وجنوب السودان، وهي منطقة استراتيجية يعني ملتقى طرق، واحد من اكبر الاسواق بالمناسبه، وبها من اكبر الحراك التجاري كبير جدا. صحيح. من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه وغنيه جدا بالفرصها الاستثماريه في مجالات الزراعه بشقيها النباتي والحيواني، وفي مجالات الانتاج الحيواني، وفي مجالات البستنه تقريبا، وفي مجالات المعادن تحديدا يعني. صحيح. يعني بالولايه ايضا يعني هنالك مربعات كثيره جدا بها معادن جمة مختلفة يعني، من بدءا بالذهب والزنك والرخام والرصاص والنحاس وغيرها يعني. نعم صح، منطقة مهمة جغرافيا وبالتأكيد بثرواتها وبالأعمال العمرانية والهندسية في ذات الولاية وبحاضرتها مدينة نيالا. سعادة الباشمهندس يوسف، خلينا نتكلم بما انك انت في الاداره الهندسيه لوزاره الصحه، نتكلم عن الاوضاع الصحيه في الولايه وحضرتها نياله يعني. حقيقه يعني هي الصحه في الفتره اللي فاتت كان شهدت يعني تدهور مريع بصوره كبيره جدا. ولما نقول تدهور مريع، احنا كمهندسين بنتكلم عن البنيه التحتيه باعتبار انه هي حجر الزاويه في كل مساله بتاعت تنميه او تقديم خدمه يعني. لكن الفتره اللي فاتت الوزاره انتهجت نهجي يعني صراحه هو نهجي علمي بصوره دقيقه جدا، بحيث انها ركزت بصوره كبيره على توطين العلاج في الريف اولا، والحاجه الثانيه توطين العلاج في الولايه. يعني المواطن من الريف ما يجي المحليه، والمواطن من عاصمة المحلية ما يجي العاصمة القومية. المسألة دي الحاجة الأساسية فيها كان إنه تجهيز غرف العمليات في المستشفيات الريفية مع المعامل ومع بنوك الدم، دي كمرحلة أولى باعتبار إنه دي بتغطي قسم النسوة والتوليد. يعني نحن حرام في القرن العشرين الآن في نسائين بيموتوا بسبب الولادة يعني. صحيح. فنحن المرحلة الأولى جهزنا كل غرف العمليات في المستشفيات الريفيه كحاجه اوليه. الحاجه الثانيه في عاصمه الولايه في تخصصات كانت نادره اللي هي الرنين المغناطيسي ما كان موجود، الاشعه المقطعيه، قسم المخ والاعصاب. الان كل الولايه اشتغلت في المحاور دي بصوره كبيره جدا، وخلال العام 2022 ان شاء الله حيتم مستشفى افتتاح مستشفى المخ والاعصاب، وحنبدا في برج الباطنيه والجراحه اللي هو فيه كل الخدمات التشخيصيه. دي خطة الولاية بصورة عامة يعني، وخططها للعام 2022. جميل. طيب سعادة الوزير المكلف الباشمهندس الطيب عبد الرحمن، مدينة نيالا بتمتاز بأنها ثالث أكبر مدينة تجارية في السودان،
بنقطة جوتها المعروفة في خط السكة حديد وفي مطار نيال. كلمنا عن آخر التطورات اللي بتحصل الآن في مدينة نيال وفي المطار بالذات. حقيقة بمبادرة كريمة من حاكم إقليم دارفور الجنرال مني أركم الناوي، يعني مؤخرا يعني في معيته نفر كريم من دولة الإمارات يعني قدم إلى الولاية في إطار تطوير البنيات التحتية الأساسية، ومنها مطار نيال الدولي، وبمشيئة الله إنه يعني حيطور البنيات التحتية فيه ليواكب المواصفات العالمية تقريبا، وحيقوم بتشييد يعني مستودع للوقود بالمطار للطائرات العابرة لبقية الطائرات. يعني حقيقة العمل في المطار يعني إن شاء الله بمشيئة الله بيضع في مطلع 2022 السنة الجديدة. أيضا هناك تطوير لبنيات تحتية، ومنها طريق نيال الفاشر والذي يعتبر من ضمن محور الإنقاذ الغربي والذي تردى كثيرا في الفترات السابقة. أيضا يعني إخوة في دولة الإمارات عزموا العقد أنه يقوم بصيانة أو تأهيل هذا الطريق بوضعه الحالي يكون يعني وفق المواصفات المطلوبة يعني في صيانة الطرق من كباري وغيرها وأسفلت. وفي نفس الوقت حيقوموا بعمل دراسة وتصميم لطريق من مسارين، يعني ده إن شاء الله حيقيم في خلال 3 شهور للدراسة والتصميم، لكن الصيانة الآن بتبدأ في مطلع 2022. يعني دي من أولويات الإخوة في دولة الإمارات الذين تم يعني دعوتهم لحارة الولاية بواسطة الحاكم الإقليم. نعم. في إطار يعني النهوض بالتنمية العمرانية أو بتطوير البنيات التحتية الأساسية المتمثلة في الطرق والكهرباء والمياه. طب بما أنكم أنتم المسؤولين عن إنشاء بنية تحتية قوية وسليمة في ولاية جنوب دارفور، هل هنالك معوقات بتلاقيكم، صعوبات في إنجاز العمل؟ هل المشاكل اللي بتحصل مرات بتوقفكم عن العمل؟ أبدا حقيقة، لكن شح التدفقات المالية الوضع الاقتصادي يعني الراهن يعني حال دون يعني تنفيذ المشروعات البنية التحتية، علما بأن صناعة الطرق يعني من أغلى الصناعات يعني في الوقت الراهن يعني. جميل. السيد الباشمهندس، سمعنا برضو مؤخرا عن مصنع الأكسجين اللي تم إنشاؤه في نيال، حدثنا عنه أكثر. صراحة مصنع الأكسجين ده أنا بفتكره مفترض يكون نموذج بتاع تعاون وشراكة لمجموعة من الناس، وبوري إنه السودان لسه بخير. يعني المصنع الأكسجين هو جاء بمبادرة كريمة من مجموعة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية. وفروا كل الأسطوانات والجنريتر وكل الملحقات، شاركتهم مجموعة صدقات في المسألة بتاعة الترحيل والتركيب وكده، شاركتهم شركة ماتريكس في المسألة بتاعة الإنستوليشن وتدريب المهندسين الطبيين، وده كله كان عمل خيري. المصنع ده بينتج حوالي مستشفى صح؟ ده مستشفى الولادة. هو مصنع الأكسجين حيكون أكبر رافد للمستشفى ده لأنه هو تحت الإنشاء الآن. مصنع الأكسجين حيكون أكبر رافد له بالمسألة بتاعت الأكسجين، لأنه أكبر حاجة مؤرقة الولاية كان إنه كيف الناس ترحل الأسطوانات بتاعت الأكسجين من الخرطوم للولاية. الآن تم إنشاء مصنع داخل مستشفى نيال التعليمي. المصنع ده بنتج حوالي 140 أسطوانة في اليوم الواحد. شركة سابا، مجموعة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة سابا، وفروا حوالي 300 أسطوانة، وده كله بالمجان وخدمة لمواطن الولاية يعني. وهم حريصين جدا إنه النهج ده يتخذوه في عدد كبير جدا من الولايات السودان الثانية المختلفة، لأنه زي ما معروف إنه الأكسجين مسألة مهمة جدا جدا. ونحن الآن في المرحلة بتاعت الكوفيد. في ناس بيتموت بسبب عدم نقص الأكسجين يعني. نعم. يعني خطوة موفقة، مشروع ممتاز، وتحديدا في ولاية جنوب دارفور، لأنه يعني هنالك يمكن زي ما انت ذكرت حالات ممكن ما تصل الخرطوم، حالات ممكن يعني تكون بحوجة ماسة للأكسجين. طيب نمشي لسعادة الباشمهندس الطيب وزير البنية التحتية، أنا عاوز أعرف الخطط الاستراتيجية، وبما أنه أي شخص طبعا بحكم انه دارفور كانت منطقه نزاع بيضع في باله انه لسه في البنيه التحتيه محتاجه ان يعني تمشي لقدام، محتاجه ان تقوم من اول وجديد. الخطط الاستراتيجيه للوزاره شنو؟ حقيقه هناك يعني خطه محكمه في او استراتيجيه يعني ادرجت في موازنه العام 2022
في إطار البنيات التحتية يعني تقريبا هناك طرق داخلية يمكن بطول 20 كيلومتر داخل المدينة. أيضا في إطار الكباري الاستراتيجية يعني هناك برضو يعني كوبرين استراتيجيين يعني تقريبا بالمدينة، كوبري الفنية وكوبري السريف. وأيضا هنالك يعني خطة أو موازنة لمهابط في الولايات، مهابط الطائرات الولايات المحلية ذات الإنتاج يعني مختلفة أو متميزة في إنتاج معين. أيضا في إطار البنيات التحتية بالنسبة الرياضية يعني أيضا تكملة أستاذ نيال الأولمبي الذي يعني شيد في فترة الدورة المدرسية، يعني استوعب فعاليات الدورة المدرسية 28 تقريبا في العام 2018. ودي بوقودني انه يعني الاخوه في الامارات يعني برضه من ضمن المهام او من ضمن الاشياء اللي بيقوموا بها انه يعني تكمله البنيات التحتيه بالنسبه لاستاذ نياله من حيث الارضيه، من حيث استجلاب النجيل الصناعي والمضمار العاب القوة والكراسي وغيرها، والعمل الفينيشنج يعني التشطيب بمختلف انواعه، عمل التكييف والتبريد وعمل الانترلوك والكيبستون وغيرها بكل ملحقاته. يعني ان شاء الله تم عمل تكلفه تقريبا في حدود $1,900,000 مليون دولار يعني الذي اسهام من دوله الامارات المتحده. صحيح. ايضا تطوير البنيات التحتيه الرياضيه الاخرى في متمثله في مضمار الفروسيه والهجن. يعني ان الولايه يعني بتتميز بميزه تفضيليه جدا في مجال سباقات الخيول، وهي من الرياضه التراث والاجداد يعني. صحيح. لذلك بالضروره من المكان تطوير هذه الرياضه يعني في متمثله في عمل المقصوره والتراك والمدرجات وغيرها، وفي عمليات التصوير وبوابات الانطلاق وكاميرات الفوتوفينش وغيرها. دي فيما يختص بمجال. ايضا هنالك رؤيه في تطوير البنيات التحتيه الرياضيه المتمثله في ملاعب الخماسيات والملاعب الاخرى يعني في السله والطائره وغيرها. طبعا يعني التمنيات بانه انشاء مشاريع كبيره وتمويلها يعني موجوده، لكن يبقى الدعم المادي. طيب اخر سؤال، ممكن انه مثلا تنتهجوا منهج التمويل مثلا في شركات كبرى بتمول المشاريع الكبرى وبتشغلها لفتره مثلا لفتره محدده وبعدين بترجع تقول للمالك الاصلي، هل تم تفكير في مثل هذه المشاريع؟ نعم، استراتيجيه حاكم اقليم دارفور الجنرال اركم مني اركم الناوي يعني تم التعاقد مع الاخوه في دوله الامارات لمشروعات محدده، يعني مشروعات بتاعت بنى تحتيه ومشروعات رياضيه ومشروعات استثماريه كما ذكرت، منها تكملة أستاذ نيالة وتكملة مستشفى النساء والتوليد والأطفال وإنشاء مستشفى تقريبا باسم الشيخ زايد مستشفى حديث، وبناء تشييد مصنع للرخام تقريبا، وتطوير البنيات التحتية بالنسبة لمطبعة نيالة أو وزارة التربية مطبعة الخاصة بالكتب. يعني تم الآن يعني استجلاب مولدات وغيرها بالنسبة لهذه المطبعة. يعني هناك إسهامات كبيرة جدا حتى في إطار المتشردين أو الأيتام، يعني هنالك برضو جعل أو دعم كبير جدا من دولة الإمارات حقيقي إن شاء الله في مطلع 2022. يعني هنالك يعني أيضا يعني تكملة أو إنشاء مقر أو تكملة مقر للحاكم الإقليمي للولاية برضو يعني هينفذ إن شاء الله في مطلع 2022. يعني هنالك وعود صادقة جدا من الإخوة في دولة الإمارات العربية أن هم سباقين للتنمية في ولاية جنوب دارفور وولاية دارفور الكبرى أيضا. صحيح. أيضا في مجال الطاقة الشمسية أيضا برضو هنالك يعني دراسة تمت من شركة ألمانية تدعى GES اللي هي Gas Energy Solution، يعني دي برضو قدمت بدراسة لزيادة الطاقة الكهربائية عن الطاقة البديلة تقريبا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. نعم. ودي حتعمم إن شاء الله للولايات الخمس يعني مع استصحاب إنه تكاليف الطاقات المحطات الحرارية بارتفاع الوقود والإزبارات وغيرها. لذلك رأت الحكومة أو تحديدا حاكم الإقليم بأن يتم هناك خيارات للطاقة والله الشمسية وطاقة الرياح، ودي إن شاء الله حتعم كل ولايات دارفور يعني ريفها وحضرها يعني إن شاء الله.